الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة النفط في العراق أن حجم الإنتاج الكلي من النفط سيزيد إلى 4,580,000 برميل اعتبارا من شهر تموز المقبل، وذلك بعد اتفاق مجموعة أوبك بلس على رفع الإنتاج في شهري تموز وآب المقبلين بمعدل 456,000 برميل. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن الدول المنتجة تراقب عن كثب تطورات السوق النفطية وتقوم بمراجعة التقارير بهذا الشأن من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقرار الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري لدول أوبك بلس سيعقد نهاية الشهر الجاري من أجل مراجعة تطورات السوق النفطية، وقد تواجه صعوبات كبيرة لتعويض الكميات التي قد تخسرها الأسواق النفطية من إنتاج روسيا. شك اتحاد الجمعيات الفلاحية بمحافظة صلاح الدين من انخفاض إنتاج الفواكه بنسبة أكثر من 30% بسبب عوامل عديدة أبرزها انخفاض مناسيب نهر دجلة. وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين كريم كردي الدليمي إن المحافظة تشتهر بإنتاج أجود أنواع محاصيل الفاكهة التي تفوق دولا كثيرة، إلا أن العواصف الترابية وانعدام الدعم وشح المياه تسبب بانخفاض إنتاجية الفواكه بدرجة كبيرة. أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط 23 حاوية مخالفة في مركز جمرك أم القصر الجنوبي في محافظة البصرة. وذكر إعلام الهيئة أن مركز جمرك أم القصر الجنوبي تمكن من ضبط 23 حاوية مواد مختلفة و21 حاوية سقوف ثانوية وواحدة للسكر التالف وأخرى تحمل أجزاء أدوات تبريد مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية، مضيفا أنها تجاوزت المدة القانونية اللازمة بوجودها داخل الميناء. قال المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي إن البيت الأبيض يدرس مقترحات بفرض ضرائب على أرباح النفط والغاز الاستثنائية من أجل توفير دعم للمستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف المجلس الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تدرس مقترحات مجلس الشيوخ ومجلس النواب التي من شأنها رفع الضرائب على منتجي الطاقة من أجل دعم المستهلكين، وأشار إلى أن هناك مجموعة متنوعة من المقترحات المهمة والخيارات بشأن فرض ضريبة أرباح استثنائية. قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو إن الأسعار العالمية للسلع الغذائية تراجعت بشكل متواضع في شهر أيار الماضي رغم ارتفاع أسعار القمح ولحوم الدواجن. وأظهر التقرير الشهري لمنظمة فاو أن متوسط مؤشر المنظمة للأغذية سجل 157 نقطة في شهر أيار عام 2022 بانخفاض بنسبة 0.6% على أساس شهري، وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب بنسبة 2.2% على أساس شهري مدفوعا بأسعار القمح التي زادت بنسبة 5.6% وبنسبة 56.2% على أساس سنوي. كما أشارت المنظمة إلى أن العالم سيواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة من الدول الرئيسة، الأمر الذي سيؤثر على محاصيل عام 2023. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز برعاية الله.